بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة اللي فاتت احنا بدأنا الاسيد بيز، اتكلمنا على النورمال اسيد بيز بالانس، وقلنا ان احنا هنتعامل مع هيدروجين ايون كونسنتريشن، وقلنا هنستعيد عنه بالنيجاتيف لوجاريثم اوف هيدروجين كونسنتريشن اللي هو البي اتش. كل ما الهيدروجين ايون كونسنتريشن يبقى زادت الاسيديتي يبقى البي اتش بيقل، وكل ما يقل الهيدروجين ايون يبقى البي اتش بتعلى. قلنا انه الجسم بيحاول يحافظ على ناره بلد بي اتش ما بين 7.35 ل 7.45. النارو رينج ده مهم جدا للبروتين استابيليتي، مهم جدا لكل البايوكيميكال بروسيسز اللي بتحصل في الجسم. لو شخص ابتدى الدايت بتاعه الميتابوليزم بيطلع اسيدز، فالبودي بيحاول يعمل نورماليزيشن او ريزيستنج لتشينج اوف ذا بي اتش عن طريق 3 ديفنس ميكانيزمز. الاول اللي هو البلاد بافر سيستم، والثاني الريسبيراتوري سيستم، والثالث هو الرينال سيستم. وقلنا البلاد بافر بيشتغل ايميديتلي ولكن هو اضعف واحد فيهم، واقواهم هو الرينال سيستم، ولكن ده بياخد وقت طويل، ياخد ايام عشان يبتدي يشتغل، ولكن هو اقوى واحد وهو المهم فور ذا مينتنس على لونج تيرم. النهارده هنبتدي في الاسيد بيس ديس اوردرز، وهنبتدي في اول واحد فيهم واهم واحد هو الميتابوليك اسيدوزس، لان ده الموست كومن اسيد بيس ديس اوردر اللي بيقابلنا في البراكتس. ميتابوليك اسيدوزس معناها ان في عندي اسيديميا سكندري تو اميتابوليك كوز. اسيديميا معناها ان البي اتش ديكريز ليس ذان 7.35، وميتابوليك معناها ان السيرم بايكربونات قل عن 22. الميتابوليك كوز ده ممكن يكون حاجه يتزود الاسيدز، يا حاجه تقلل الايه الالكلي، فيبقى لصالح الاسيدز. اللي زود الاسيدز ممكن اول حاجه يكون انكريز اسيد برودكشن، زي مثلا بيشنت ده غالبا بيبقى اندوشنس، يعني بيشنت دخل في لاكتيك اسيدوزس يبقى عندي اضاف هنا لاكتيك اسيد، دخل في دايبيتي كيتو اسيدوز اضاف عندي هنا كيتو اسيدز، وهكذا. يا اما يكون انجستشن اوف اسيدز من بره، خد ميثانول، خد ساليسيليت، ده كله ايه اسيد من بره. يا اما يكون الاسيد برودكشن كويس لكن انا مش قادر اعمل له اكسكريشن، بيشنت عنده رينال فيلير، او انه يكون بدل ان الاسيد زاد يكون هو الالكالي اللي قل، الشخص ده عمال يفقد الكالي، عمال يفقد بايكارب، ممكن يكون من الجي اي تي مثلا زي داريا، او ممكن يكون من الكيدني زي الار تي اي خصوصا تايب 2. يبقى انا لما اجي اقول ميتابوليك اسيدوزس عشان اشخصه محتاج حاجتين، ان البي اتش ليس ذان 7.35 وعندي سيرم بايكربونات اقل من 22. لكن مش كل ما الاقي ان السيرم بايكارب قليل معناها الميتابوليك اسيدوزس، لا، ده ممكن يكون كومبنسيشن للريسبيراتوري الكالوزس. ازاي؟ يعني مثلا هنا البيشن ده عنده لو بايكارب والبيشن ده عنده لو بايكارب، بس هنا البي اتش هنا لو، هنا البي اتش هاي، يبقى ده هو الميتابوليك اسيدوزس. انا عندي حاجه قللت البايكارب فقللت البي اتش. طيب البي سي او 2 هنا هلاقيه له لان ده نوع من الكومبنسيشن، انا عندي هنا اسيدوزس، فالكلونج بتحاول تطلع تعمل اكسكريشن اكتر، بوشنج اكتر للكربون دايوكسيد عشان تحاول تعمل كومبنسيشن وتصلح البي اتش. لكن هنا انا عندي ايه، انا عندي ريسبيراتوري الكالوزس، البيشنت عنده هايبر فنتليشن فعمل ووشنج اكتر لكربون دايوكسيد فدخل في الكالوزس، فالبي اتش هنا عاليه، فالكيدني بتحاول تعمل اكسكريشن لبايكارب عشان تحاول تعمل كومبنسيشن للالكالوزس اللي موجود. يبقى احنا في الحالتين ده عندنا سيرم بايكارب لو، لكن هنا البي اتش لو وهنا البي اتش هاي. يبقى انا ما ينفعش ابص بس للسيرم بايكربونيت، لازم ابص كمان على البي اتش عشان اقول ان ده ميتابوليك اسيدوزس. بعد ما شخصنا ميتابوليك اسيدوزس، الخطوه الثانيه ان احنا بنحسب حاجه اسمها سيرم انايون جاب، وده اللي هنتكلم عنه. قبل كده لما كنا بنتكلم في الالكترولايتس قلنا ان الكاتايونز اللي هي بوزيتيفلي تشارجد ايونز بتساوي الانايونز اللي هي نيجاتيفلي تشارجد ايونز، وبالتالي البودي بيبقى الكتريكالي نيوترال، مهم جدا ده عشان يقدر يعمل الفانكشنز بتاعته. يبقى لو قلنا ان دي كلها الكاتايونز اللي هي بوزيتيفلي تشارجد ايونز ودي كلها الانايونز اللي هو نيجاتيفلي تشارجد ايونز، هنلاقيهم انهم في الاول وفي الاخر هم متساويين. لو انا جمعت كل الكاتايونز ضفت الكالسيوم الصوديوم البوتاسيوم المغنيسيوم وطرحت منه الانايونز كلها كلورايد بايكربونيت سلفيت فوسفيت البوم وغيره، هلاقيهم الاثنين ايه الفرق بينهم زيرو، يعني هما الاثنين قد بعض.
بس احنا ما نيجي في البراكتس ما بنقدرش نحسب نجمع كل الالكترولايتس ونجمع كل الانايونز. فقال لك احنا بنشوف مين المين كاتاين، البرنسبل كاتاين ايه؟ هو الصوديوم. فاحنا بنلاقي تقريبا في الافريج تقريبا 140 ملي مول او ملي ايكويفالنت. طيب يبقى هنشوفه هو بس. طيب وبقيه الحاجات التانية الكاتاينز زي مثلا البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، دي كلها ارقام قليله. بوتاسيوم 4، كالسيوم 2 وشويه، مغنيسيوم اقل من 1، فكلها ارقام صغيره. فاحنا هنجلكت ونقول عليهم ان ميجرد كاتاينز. يبقى انا عندي هنا الصوديوم هو البرنسبل كاتاين، والشويه اللي باقيينه هنقول عليها ان ميجرد كاتاينز. لما نيجي في الانايونز هنا لقينا ان المين انايون عندنا هو الكلورايد، بيطلع حوالي في الافريج 105 ملي مول، ويجي بعد كده البايكربونيت حوالي في الافريج مثلا 40 ملي مول بير متر. خلاص. طيب الباقي بقى حاجات اللي هي الباقي زي مثلا الالبومين، سلفيت، فوسفيت وغيره، دول هنقول عليهم الان ميجرد انايون. يبقى انا هنا عندي المين هنا كاتاين هو الصوديوم، والمين انايونز هنا هو الكلورايد والبايكارب، والجزء اللي هيبقى هنا هنقول عليه ان ميجرد كاتاينز، والجزء اللي هيبقى هنا هنقول عليه ان ميجرد انايونز. بس لقينا اللي هو الجزء اللي هو الان ميجرد انايونز اكتر من الان ميجرد كاتاينز. او بمعنى تاني لو احنا جمعنا الكالكيوليتد او الميجرد انايونز هي اللي هو البايكربونيت والكلورايد وطرحناهم من الصوديوم، هيبقى هنا هنا الفرق اللي هو ده. فقال لك الجزء ده هو جزء من الانايونز عشان اسويه بالصوديوم، فقلنا هنسميه اناين جاب. الجزء ده هيسميه اناين جاب. يبقى الاناين جاب هو عباره عن ايه؟ السيرام صوديوم ماينس الكلورايد اند بايكربونيت. فلو مثلا في الاكزامبل ده احنا هنا جينا قلنا الصوديوم عندي السيرام صوديوم هنا 140 ناقص الكلورايد اللي هو 105 زائد البايكارب اللي هو 24، يبقى الرقم ده هيطلع في الاخر كام؟ هيساوي مثلا 11. ال 11 ده هنقول عليها الانايون جاب اللي هو الفرق ده. تمام. هنا 140 طرحنا منهم 125، هيبقى الجزء ده اللي هو طلع 11، ده بنقول عليه الانايون جاب. الانايون جاب في النورمال بيقولوا ان هو بيبقى ما بين 10 بلس اور ماينس 2. لما نشوف الكتب اللي اقدم من كده شويه كان يقول لك ايه 12 بلس اور ماينس 2، كتب الاقدم شويه كان يقول لك ده مثلا من 6 تو 16، ارقام اكبر. فهو مع الوقت الارقام دي بتقل ليه؟ عشان الاسيز او الكيتس اللي احنا بنقيس بيها. فلو دايما الكيتس بتاعت الصوديوم ثابته لكن الكلورايد كل شويه بتحسن فبتديني ارقام اعلى من الكلورايد، وعشان كده ابتدى الانايون جاب يقل. فاخر حاجه دلوقتي بيبقى 10 بلس اور ماينس 2، يعني من 8 الى 12. عشان كده لازم نرجع لللاب بتاعنا ونساله انت عندك النورمال او الريفرنس بتاعك الانايون جاب قد ايه، عشان نبتدي نحسب اذا كانت الانايون جاب دي في النورمال رينج ولا ايه ولا انكريست. طبعا لان جزء كبير من الان ميجرد انايونز ده هو البومين، فالنقطه دي بتفرق معانا لو البيشنت عنده سيفير هايبو البومينيميا، بيشنت ليفر سيروزس او مثلا نيفروتيك سندروم، فعنده هايبو البوميميا جامد، فجزء منه هنا هيبقى من الانايون جاب. فبنعمل حاجه اسمها كوركشن فور هايبو البوميميا، ان احنا عشان نحسب الانايون جاب مظبوط هنحسب الانايون جاب اللي طالعه لي ونجمع عليها 0.25 في 40 اللي هو النورمال رينج، احنا بنحسب هنا بالجرام بير ديسيليتر، ونطرح منه السيرام البوم اللي موجود. فلو لقينا مثلا السيرام البوم هنا عندنا مثلا 28، يبقى هنشوف الانايون جاب اللي طلعت لنا ونجمع عليها ربع في 40 ماينس 28، هنا مثلا 12، يبقى هيطلع ايه 3. يبقى ده كوركشن فور هايبو البومينيميا عشان يدينا ايه القراءه مظبوطه. نيجي لاول حاجه اللي هو اللي بيقولوا عليها ميتابوليك اسيدوزس وذ هاي انايون جاب. اللي بيحصل ايه؟ ان انا احنا هنا قلنا يا اما الميتابوليك اسيدوز يا اما اضيف اسيد يا اما يحصل لوس اوف الكالي. طيب لو حصلنا اضفنا اسيد في جزمل مثلا لاكتيك اسيدز في حالات اللاكتيك اسيدوزس بيحصل ايه؟ انا ضفت اسيدز ده يعتبر او الانايون بتاعه يعني مثلا لاكتيك اسيد ده بيتحول الى ايه؟ الى يدي اسيد، هيدي هيدروجين، هيدستوشيت الى هيدروجين، والانايون بتاعه اللاكتيت. اللاكتيت ده هيتضاف في الجزء ده اللي هو ان ميجرد انايون، هو مش من الاثنين دول. خلاص. طيب هو هيمسك اللاكتيك اسيد ده ايه؟ ادانا هيدروجين هيمسك في البيكربونيت، فبالتالي هيقلل السيرام بايكربونيت. يبقى انا عندي السيرام بايكربونيت الليفل اللي هو 24 ده قل بقى مثلا 20، بقى 18، بقى 16 حسب السيفيرتي. خلاص. فالرقم ده قل. خلاص. اللاكتيت اتضاف فين؟ اتضاف هنا.
يبقى انا معنى كده الانايون جاب ايه؟ قلت. انا افترضت ان هنا الكلورايد ثابت والبايكربونيت قل، يبقى الانايون جاب هنا ايه؟ وسعت، بقت مور وايد. يبقى في الحاله دي احنا بنقول عليها هاي انايون جاب، يبقى هتزيد عن الايه؟ على النورمال رينج. فده بنقول عليها هاي انايون جاب ميتابوليك اسيدوزس. اي حاجه بقى ضفنا كيتو اسيد، ضفنا لاكتيك اسيد، ضفنا ساليسيليك اسيد، ضفنا اي حاجه، هيبتدي ايه؟ يقل البايكربونيت، الكلورايد ثابت، فيبقى الانايون جاب وسع. فيبقى ده بنقول عليها ايه؟ هاي انايون جاب ميتابوليك اسيدوز، نتيجه ان احنا اضفنا اسيدز، فابتدى يضاف انايون للانايون جابز هنا، او اللي هو الان ميجرد انايونز. يبقى مثلا اكزامبل هالاكتيك اسيد اتحول الى هيدروجين، ولاكتيت ده الانايون، الهيدروجين مسك في البايكارب فقلله، فيبقى ده الميتابوليك اسيدوزس، واللاكتيت اضاف للان ميجرد انايون، فابتدى يزود لي الانايون جاب، بقى عندي وايد انايون جاب، فنقول ده ميتابوليك اسيدوزس وذ هاي انايون جاب. النوع الثاني من الميتابوليك اسيدوزس انه بيحصل ايه؟ ان احنا يحصل لوس اوف بايكربونيت. الاولاني في الهايدروجين قلنا اضاف اسيد، احنا قلنا الحاجه الثانيه ان هو اللوس اوف الكلي. شخص فقد الكلي من الجي اي تي او من الكيدني، هيحصل ايه؟ هيحصل ان السيرام بايكربونيت هيقل. يبقى احنا دخلنا في ايه؟ ميتابوليك اسيدوزس، يبقى البايكربونيت ده هيقل. خلاص. طيب اللي هيحصل هنا بقى في النوع الثاني ان الكلورايد هيبتدي يعوض نقص البايكربونيت. يعني انا دلوقتي البايكربونيت قل، يبقى متوقع لو زي في المره اللي هو هاي انايون جاب الكلورايد استنى ثابت زي ما هو، فالانايون جاب هو اللي وسع. طب هنا لا، البايكربونيت هيقل، والشويه اللي هو قال لهم ده نفس النسبه الكلورايد هيبتدي ايه؟ يزيد، يحصل ري ابزوربشن لكميه كلورايد اكتر، فيبتدي هو يزيد يعوض نقص البايكربونيت. يبقى معنى كده الانايون جاب هنا ايه؟ هنا ثابت نفس الحاجه، لان انا هنا ما اضفتش اسيدز. خلاص. يبقى هنا حصل ان الكلورايد زاد عشان تكمبنسيت، سيرام بايكربونيت قل، فالكلورايد زاد عشان يعمل كومبنسيشن، فحافظ لي على ايه؟ النورمال انايون جاب. فده بنقول عليها نورمال انايون جاب ميتابوليك اسيدوزس. ولان هنا هو الكلورايد اللي زاد، فليه اسم تاني بنقول عليها هايبر كلوريميك ميتابوليك ايه؟ اسيدوزس. يبقى في الاولاني الهاي انايون جاب لما البايكارب قل الكلورايد ثابت فالانايون جاب وسع، لكن في النوع الثاني لما حصل لوس اوف الكالي البايكارب قل الكلورايد زاد عشان يعوض النقص ده، فالانايون جاب تمتها زي ما هي، ونقول عليها نورمال انايون جاب ميتابوليك اسيدوزس. في الهاي انايون جاب ميتابوليك اسيدوزس احيانا نقول عليها انايون جاب ميتابوليك اسيدوزس، والنوع ده نقول عليها نون ايونيك جاب ميتابوليك اسيدوزس، دي نقول عليها هايبر كلوريميك ايه؟ ميتابوليك اسيدوزس. Regarding the causes of metabolic acidosis، بالنسبة للهاي انايون جاب في نيمونيك هنا بيسهل الحفظ بتاعها، بنحمل عليها كاسمول. الكاسمول هنا الكي بيبقى كيتو اسيدوزس، اليو اللي هو يوريميا، الاس اللي هو ساليسيليتس، والام اللي هو الميثانول او بقيه الالكوهول دريفتر زي مثلا الايثيلين جلايكول، والاي اللي هو الالدهايد، والال اللاكتيك اسيدوزس. في البعض التاني بيبقى بيدي نيمونيك تاني اللي احنا بنقول عليها ماد بايلز، الام اللي هو الميثانول، اليو يوريميا، الدي دايابيتيك كيتو اسيدوزس، البي اللي هو البارالدهايد او باراسيتامول، الاي بيبقى اي ان اتش والايرون اوفرلود، والال لاكتيك اسيدوزس، والاي ايثيلين جلايكول، والاس بيبقى اسلسيت. اما ريجاردنج الكوزس اوف نورمال انايون جاب ميتابوليك اسيدوزس، فبنقول احنا بنختصرها بنيمونيك اللي هو هارد ابس، ال H for hyper alimentation، ال A for acetazolamide وحين نحطه الامفوترسن، ال R for renal tubular acidosis، ال D for diarrhea، وال U for urethrosigmoidostomy، وال B post hypocapnic state، وال S for sulfamide. ده طبعا النهارده ان شاء الله هنبتدي نتكلم على الهاي انايون جاب ميتابوليك اسيدوزس، ونكمل المحاضره الجايه ان شاء الله النورمال انايون جاب ميتابوليك اسيدوزس. نيجي لأسباب الهاي انايون جاب ميتابوليك اسيدوزس. أول واحد هنتكلم عنه هو اللاكتيك اسيدوزس. اللاكتيك اسيدوزس ده بيجي منين؟ احنا عندنا في الجلايكوليسيس الكربوهيدرات لما بيتكسر بيديني جلوكوز، الجلوكوز يبقى ميتابولايزد لبايروفيت. Under normal conditions لما بيكون في اكسجين بنقول عليها aerobic conditions، البايروفيت بيبتدي يخش جوه السيلز بالتحديد جوه الميتوكوندريا، ويخش في حاجه اسمها كريب سايكلز، وفي الاخر يبقى ميتابولايزد لكربون دايكسيد ووتر، ويطلع لي انرجي اللي هي اي تي بي، بيطلع لي 36 مولكيول اوف اي تي بي. ده في النورمال كونديشن. طيب لو انا ما عنديش اكسجين، في هايبوكسيا، التيشو مش والسيلز مش جاي لها اكسجين، مش هيقدر يمشي في السكه دي، فبياخد سكه تانية يتحول الى بيقولوا عليها انيروبيك كونديشنز، ويتحول الى لاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد ده هيبقى ديسوشيتد الى هيدروجين ولاكتيت. اللاكتيت ده بيبتدي يديني انرجي، بس بيديني اونلي 2 اي تي بي بدل ما كان هنا 36 اي تي بي.
اللاكتيك اسيد اللي ما بيكون ده بيبتدي يحصل له كليرنس مين اللي بالليفر وجزء منه بسيط بيبقى من خلال الايه الكدني. يبقى اللاكتيك اسيد عشان اقول ان هو يتكون يبقى رقم واحد ان انا يكون عندي تيشو هايبوكسيا، انه هنا الجلوكوز اتحول لبايروفيت جاي يكمل في السكه دي ويخش كريبس سايكل جوه الميتوكوندريا ما لقاش اكسجين فما قدموش سكه غير انه يمشي في الناحيه الثانيه اللي هو اللاكتيك اسيد. يبقى اول حاجه من اسباب اللاكتيك اسيدوزيس ان يكون عندي تيشو هايبوكسيا. ايه اللي يعمل تيشو هايبوكسيا؟ انه ما فيش بيرفيوجن، البيشنت شوكت لاي سبب، هيموراجيك سيبتيك كارديوجينيك شوك، يبقى انا ما عنديش بلد او بيرفيوجن كويس للتيشوز وبالتالي هيؤدي الى تيشو هايبوكسيا ويطلع لاكتيك اسيدوزيس. لا انا عندي بيرفيوجن يعني عندي ما عنديش شوك لكن انا عندي اوكلوجن في الفيسز بيدي الاورجان ده فيبقى ده اسمه اسكيميا. لا انا عندي برفيوجن كويس بس البلد اللي جاي ما فيهوش اكسجين اللي هو هايبوكسيميا لان في ريسبيراتوري فيلير مثلا او في كربومونوكسيد بويزنج. لا ده انا عندي لنج سليمه وكل حاجه بس انا ما عنديش يعني هيموجلوبين كفايه يشيل لي الاكسجين ده يبقى ايه انيميا. يبقى كل ده احنا بنقول عليها تيشو هايبوكسيا يبقى مش هيمشي في سكه الايروبيك ويمشي في سكه الانيروبيك ويعمل لي ايه اكسس لاكتيك اسيد فنقول عليها لاكتيك اسيدوزيس. السبب الثاني من اللاكتيك اسيدوزيس ان يكون عندي ايه امبيرد كليرنس. هو متكون لاكتيك اسيد هو الطبيعي ان هو بيمشي ميلي هنا لكن في جزء بسيط بيمشي كده عشان كده السيرم لاكتيت ممكن يبقى من 0 الى 1 ممكن يبقى اعلى من كده شويه ده في النورمال يعني احنا عندنا شويه لاكتيت. اللاكتيت ده المفروض يبقى كليرد ايه كليرد بالليفر ميلي وجزء منه بالكدني. فلو انا عندي مشكله في الليفر ليفر فيلير او رينال فيلير يبقى هيحصل اكوموليشن لاكتيك اسيد يبقى ده ثاني مجموعه اللي هو امبيرد كليرنس. طيب الحاجه الثالثه يبقى احنا ده كده اللي قلنا هنا يبقى ده عندي هنا مشكله في الكونديشن هنا يبقى ده واحد اللي احنا قلنا عليه امبرتيشو وهنا الكليرنس يبقى ده ايه اتنين. طيب تالت حاجه لا انا الجلوكوز اتحول لبايروفيت وعندي اكسجين جي عشان يبتدي يمشي في سكه الكريبس سايكل جوه الميتوكوندريا. لا ان احنا عندنا ميتوكوندريال ديسفانكشن. خلاص ايه اللي يعمل ميتوكوندريال ديسفانكشن؟ اللي هو ميتفورمين سلسليت توكسيك الكحول يعني توكسيسي بروبوفول كل الحاجات دي تؤدي الى ميتوكوندريال ديسفانكشن فمش هيعرف يمشي في السكه دي فما قدموش غير السكه دي فيعمل لي لاكتيك ايه اسيدوزيس. يبقى ده تالت مجموعه ميتوكوندريال ديسفانكشن. رابع حاجه كل ده سليم لكن انا عندي كميه جلايكوليسيس كبيره قوي يعني ايه؟ يعني اتكون جلوكوز كبير جدا لان انا محتاجه يعني ايه مثلا بيشنت عمل سيفير اكسرسايز فمحتاج ايه محتاج جلوكوز كتير دخل في سيجرز السيجرز اوف ماسل دي محتاج جلوكوز عشان طلع اي تي بي خلاص اي حاجه تعمل لي ادرينرجيك ستيموليشن اي ستريس فده كله يعمل لي محتاج جلوكوز اكتر لان محتاج انرجي اكتر فده يدي يزود الجلوكوز برودكشن فيمشي في السكه دي بكميه كبيره دي بنقول عليها انكريز جلايكوليتيك فلكس يكون عندي جلوكوز بكميه كبيره فعمل لي بايروفيت كتير هيمشي في السكه دي طبيعي لانه كله سليم لكن دي ما بتكونش كفايه بالنسبه للجلوكوز الجاي كبير كميه كبيره قوي فجزء بيمشي هنا الكبير وجزء كمان بيعمل يمشي في السكه دي يعمل لي ايه لاكتيك ايه اسيدوزيس. يبقى اذا اسباب اللاكتيك اسيدوزيس يا اما تيشو هايبوكسيا يا امبيرد كليرنس يا ميتوكوندريال ديسفانكشن يا اما انكريز جلايكوليتيك ايه فلكس. رجعوا تاني قسموا الى اللاكتيك اسيدوزيس الى نوعين يا اما طيب ايه اللي هو with hypoxia يا type B without hypoxia فيبقى type A اللي هو الجزء الاولاني ده بقيه الاسباب التانية ما فيهاش hypoxia هنقول عليها type A B. فبالتالي انا لما يجي لي patient B lactic acidosis ابتدي افكر ايه الاسباب اشوف اول حاجه اللي هو تيشو هايبوكسيا دي اكتر اسباب فاشوف الاكسجين كونتنت اخباره ايه الهيموجلوبين بتاع الراجل ده كويس ولا لا اشوف الاكسجين ساتوريشن بالبلس اوكسيمتري اشوف البي او 2 بالاي بي جي بلاد جازز دي كلها عشان يديني فكره ممكن يكون مشكله في الهارت ما بيدينيش كاردياك ابو كويس اشوف الكاردياك ابو تاخري ممكن يكون عندي فاسو كونستريكشن جامد ما بيدينيش برفيوجن كويس للاورجانز بيشنت مثلا على ابنفرين نور ابنفرين اي حاجه يبقى ابتدي ادور على الايه على الجوز. في التايب بي ابتدي افكر بقى في حاجات تانية لما ما الاقيش هايبوكسيا يبقى تايب بي ابص على الميكبيشن ده ياخد ميديكيشنز معينه توكسينز معينه عنده ليفر فيلير عنده رينال فيلير فدي كلها من الاسباب اللي تؤدي الى ايه تايب بي لاكتيك اسيدوزيس. طيب هنعالج اللاكتيك اسيدوزيس ازاي؟ رقم واحد هعالج الكوز عندي تيشو هايبو برفيوجن اي حاجه هبتدي اعالجها دراجز ميديكيشنز توكسينز هنبتدي نوقفها. الحاجه الثانيه طيب صوديوم بايكربونات ندي صوديوم بايكارب ولا لا؟ صوديوم بايكارب كل الاستاذ اتعملت قالت اللي ملوش اي ايفيدنس ما بيحسنش الاوت كام باي طريقه بالعكس ده احنا ممكن ناخد منه مشاكل. رقم واحد انه هيزود السي او 2 فهيزود الاسيدوزيس.
رقم اتنين انه هيقلل الايونايزد كالسيوم، هيبتدي الايونايزد كالسيوم مهم هيقل، فهو مهم للفنتريكولار كونتراكشن، فالفنتريكولار كونتراكشن هيقل هيبقى هيقل يزود الهايبو بيرفيوجن او التشو هايبوكسيا، يبقى هيزود لي الايه الاسيديمه، هيطلع لاكتيك اسيد اكتر. الحاجه الثانيه صوديوم بايكارب، في صوديوم ممكن يدخل بيشنت فايبرناتريمي، ممكن يدخل بيشنت في اوفرلود. الحاجة التانية انه لما يبتدي يحصل ريكوفري من اللاكتيك اسيدوزيس، البايكارب الكمية الكبيرة اللي انا اديتها ده هيبتدي يحصل له ايه؟ يحصل ريباوند ايه؟ الكالوزيس. فبالتالي احنا ما بنفضلش خالص ندي صوديوم بايكارب الا اذا كان في سيفير اسيدوزيس. يعني ايه يعني البي اتش قلت عن 7.1؟ ليه؟ لانه مع سيفير اسيدوزيس ممكن يبقى البيشنت هيموداينامكال انستيبل، ففي الحالة دي هو ليه البرايورتي، فانا هعلى بس بيه شوية لغاية لما اعليه عن 7.1 واوقف الايه؟ البايكارب. طيب هل في رول للهيموداليسز؟ الهيموداليسز مالوش رول الا اذا كان البيشنت فرينال فيلير، اذروايز مالوش رول، خصوصا اذا كان في هايبو بيرفيوجن، لان انا ممكن يحصل كسايد افكتس من الهيموداليسز البيشنت يخش في انترا دايليتيك هايبوتنشن فيزود لي الهايبو بيرفيوجن اورجانس فيزود لي الايه اللاكتيك اسيدوزس. كل اللي احنا اتكلمنا عنه في اللاكتيك اسيدوزس بنقول عليها ال لاكتيك اسيدوزس، لان في حاجه ثانيه اسمها دي لاكتيك اسيدوزس. الدي لاكتيك اسيدوز بيحصل ايه؟ انه بيشنت بيكون عنده شورت باول سندروم. يعني ايه؟ يعني احنا السمول انتستين بيبقى طولها 6 متر، الراجل ده لسبب ما مثلا عنده انستانر ريسكشن، عنده عملنا جوجنو ايليال باي باس، فبقى عندي شورت باول. الكربوهيدرات لما بيتاخد بينزل ويحصل له ابزوربشن في السمول انتستين، فانا دلوقتي بقى عندي شورت باول طولها قصير متر، فيبتدي الكميه اللي نزلت ما بتلحقش يحصل لها ابزوربشن من الجي اي تي من السمول انتستين، فهتبتدي تنزل الايه للكولون بكميه كبيره. لو البيشنت ده عنده بكتيريال اوفر جروث في الكولون هيبتدي ياخد الجلوكوز والكربوهيدرات يبتدي يحول له الى لاكتيك ايه اسيدز. بس اللاكتيت اللي بيطلع هنا بيختلف عن اللاكتيت اللي احنا اتكلمنا عنه، ان هنا بيبقى اسمه دي فورم لاكتيت، الاولاني كان ال لاكتيت. اللاكتيت اتكون جين جوه الهيومن سيلز نفسها، لكن دي لاكتيت اللي عملته هي البكتيريا نفسها، ده الفرق بينه. الستاندرد تيست اللي احنا بنقيس بيه اللاكتيت هو بيقيس بس ال L فورم لاكتيت، لكن الدي لاكتيت ده محتاج سبيشال كيتس. وبالتالي انا لو بعت اعمل سيرم لاكتيت في اللاب عندي هيطلع لي نورمال، لانه هو ما هي هو بيقيس ال L لاكتيت بس مش هيقيس الدي لاكتيت. ففي الحاله دي لازم اكلم اللاب واقول له ان انا عايز اقيس الدي لاكتيت عشان هيبقى في كيتس معينه بيقيس بيها. طيب يبقى انا هنا البيشنت اللي هو عنده شورت باول سندروم كل كميه كبيره من الكربوهيدرات نزلت ما حصلهاش ابزوربشن، عندي بكتيريا الاوفر جروث في الكولون خدها عمل منه دي لاكتيت، فبقى البيشنت ده عنده دي لاكتيك اسيدوزس. يبقى كلينيكالي اول الشخص دوت يبتدي يظهر على النيورولوجيكال مانيفيستيشن، اول ما ياخد كميه كبيره من الكربوهيدرات وخصوصا لو عنده بكتيريا الاوفر جروث يبقى يجي يخش في كونفيوجن، اتاكسيا، سلورد سبيتش. خلاص طيب يبقى علاج البيشنت ده ايه؟ ان احنا دايما الناس اللي عندهم شورت باول سندروم نقول له ما تاكلش كميه كبيره من الكربوهيدرات، ولو هو عنده بكتيريا الاوفر جروث يبقى احنا نموتها بانتيبايوتكس. نيجي لتالي حاجه بعد اللاكتيك اسيدوزس اللي ممكن تعملي هاي انايون جاب ميتابوليك اسيدوزس اللي هو الدايبيتيك كيتو اسيدوزس، ودي من الحاجات الايه اللي احنا بنشوفها كتير في البراكتس. احنا عندنا الجلوكوز از ذا ميجور سورس اوف انرجي، انا دلوقتي محتاج كل البايوكيميكال بروسيس في الجسم محتاج انرجي، وزي ما قلنا في الكريب سايكل بيطلع لي 36 مولكيول اي تي بي لكل مكرو جلوكوز. طيب احنا الكربوهيدرات هيتحول الى جلوكوز هيروح البلد، المفروض يروح للتيشوز السيلز عشان تستهلكه، عشان يخش جوه السيلز هو محتاج انسولين. طيب في حالات الدايبيتيك كيتو اسيدوزس البيشنت ده ما عندوش اناف انسولين، هو تعرض مثلا لستريس جامد، ستروك، ام اي، انفكشن، اي حاجه ابتدى محتاج جلوكوز اكتر، والجلوكوز اللي عنده سوري محتاج انسولين اكتر، وهو عنده نقص انسولين خصوصا اذا كان مسد انسولين دوز، فبالتالي مفيش جلوكوز بيخش السيلز عشان مفيش انسولين. تمام، فالبيشنت هيبقى البلاد شوجر هيتنه عالي، هايبر جليسيميا، فيبقى عندي نوع من السيل ستارفيشن، سيل ما عندهاش سورس اوف انرجي. طيب فيبتدي الجسم لما يلاقي ان السيلز بتقوله انا ما عنديش جلوكوز هو هيفتكر ان ما فيش جلوكوز، فبيطلع حاجه اسمها كاونتر ريجولاتوري هرمونز. الكاونتر ريجولاتوري هرمونز دي هي كل الهرمونز التانية ما عدا الانسولين، يعني الانسولين يقلل الجلوكوز، الكاونتر ريجولاتوري هرمونز التانية زي الكورتيزول، الثايروكسين، الجلوكاجون، الجروث هرمون، الابنفرين، كل دي تعلي الجلوكوز تاني، فيبتدي الليفر يبتدي يعلي الجلوكوز عن طريق ايه؟
الستورد جلايكوجين اللي موجود فيه هيبتدي يعمل له جلايكوجينوليسيس عشان يطلع شوجر، وكمان البروتين والليبيد اللي هو ستورد فيه هيبتدي يصنع منهم جلوكوز اللي هي الجلوكونيوجينيسيس، وبالتالي هو هيزود البلاد جلوكوز تاني اكتر فيزود المشكله. احنا عندنا هايبر جلايسيما هنا مفيش انسولين يستهلكه، والليفر كمان اما طلع جلوكوز تاني زياده فالبلاد جلوكوز عالي جدا في البلاد، لكن ما زال عندي سيل ستارفيشن مفيش سورس اوف ايه اوف انرجي. فيبتدي الليفر هنا يبتدي يحول الفات يحصله لايبوليسيس ويحوله الى فاتي اسيد. الفاتي اسيد دي عشان يستخدمها كالترنيتنج سورس للانرجي، فيبتدي الفاتي اسيد ميتابولايزد الى كيتون بودز او بنوا عليها كيتو اسيدز. الكيتو اسيد دي عندنا منها ثلاث حاجات اللي هو الاسيتون، وعندنا البيتا هيدروكسيبيوتريك اسيد، وعندنا الاسيتو اسيتيك ايه اسيد. الاسيتون ده عباره عن فولاتايل اسيد، يبقى انا ممكن اتخلص مع الاكسبيريشن، وده عشان كده هو اللي بيديني السويت بريثنج اللي هو بيبقى موجود في البيشنت اللي عندهم دي كي اي. لكن البيتا هيدروكسي بيوتريك اسيد والاسيتو اسيتيك اسيد دول لما هيبقى متابولايزد دول عباره عن نون فولاتايل اسيدز، وبالتالي هو مش هيقدر ايه يتخلص منهم الا اذا كانت كميتهم بسيطه، يعني الليفر بيطلع كميه وبتبقى اكسكريتد من خلال ايه الكيدني، فلو كان الجينريشن اكتر من الابيليتي اوف ذا كيدني ان هو يتخلص منهم هيبتدي يحصل لهم اكوموليشن ويبتدي يديني هاي انين جاب ميتابوليك اسيدوسيس. في البيشنت بتاع الدي كي اي طبعا اللنج بتحاول تعمل كومبنسيشن للاسيدوس اللي موجود، فبتطلع تعمل ووشنج للكميه كميه كبيره من الكربون دايوكسيد اللي موجود، فده اللي بيديني اللي احنا بنقول عليها كاسموس بريثنج، يعني بنقول عليها اير هانجر. يبقى البيشنت عمال بيتنفس بطريقه ديب ورابد، فده بنقول عليه كانه بياكل الايه الهواء، بنقول عليه اير هانجر او بنسميها كاسموس بريثنج. الحاجه الثانيه انه السيلز بتحاول لما تلاقي الاسيديتي عاليه في البلاد اكسترا سيلولار بتحاول تدخل الهيدروجين جواها، بس ده ان اكسشينج وذ ايه وذ بوتاسيوم، يعني تطلع البوتاسيوم بره، فممكن ده يؤدي الى هاي سيرم بوتاسيوم هايبركاليميا، وكلمنا عنه في محاضرات الهايبركاليميا. لكن ناخد بالنا ان احنا مشكله الجلوكوز اللي مكان عالي قوي في البلاد بيحصل ايه، هو بيبتدي البلاد يعدي على الكيدني ويبقى فلتر بكميه كبيره. الطبيعي الجلوكوز بيبقى فلترد على الكيدني، الكيدني بتعمله ري ابسوربشن في التوبيولز، والطبيعي انه ما بينزلش في اليورين، لكن هنا الفلو بيبقى عالي جدا اكتر من الكاباسيتي اوف ذا تيوبولز انها تعمل له ري ابسوربشن، فبينزل كميه كبيره من الجلوكوز في اليورين بياخد مع ميه، ده بنقول عليها اوزموتيك دايوريسيس. وبالتالي البيشنت ده بنلاقيه ان هو دخل في دي هيدريشن، وبيبقى نتيجه البوليوريا الموجود ونتيجه الاوزموتيك دايوريسيس اللي جامده دي بينزل مع الكترولايت كتير زي البوتاسيوم والمغنيسيوم، وبالتالي البيشنت ممكن يخش في هايبوكاليميا. يبقى انا عندي حاجتين هنا، الاوزموتيك دايوريسيس ممكن تدخل البيشنت في هايبوكاليميا، وعندي كمان الاكسشينج اوف بوتاسيوم مع الهيدروجين في السيلز يعمل لي هايبركاليميا، حسب مين اكتر هو اللي ممكن يبقى ايه موجود هايبو او هايبر. لكن ناخد بالنا بقى ايه واحنا بنيجي نبتدي نعالج، احنا هنعالج ازاي؟ ان احنا هندي انسولين، فالانسولين ده هيدخل البوتاسيوم جوه السيلز تاني، فممكن يعمل لي هايبو اي كاليميا. فلو كان البيشنت اوريدي هايبو كاليميا وابتديت انسولين، ها يبقى في الحاله دي ممكن ايه ازود الهايبو كاليميا اللي موجوده، وعشان كده هنبتدي نضيف بيشنت اللي هو البوليوريك ده، احنا هنبتدي نديله فلويدز، فالفلويدز اللي احنا نحط عليها بوتاسيوم عشان يعوض البوتاسيوم لوس وما يخشش في هايبو كاليميا سيفير. طيب لما نيجي نعالج الدايبيتيك كيتو اسيدوزيس احنا عندنا مشكلتين، عندنا نقص في الانسولين عشان كده هو اللي ادى ان يكون الكيتو اسيدوزيس، وعندنا كمان اوزموتيك دايوريسيس اللي ادى الى فلويد لوس كتير والبيشنت بقى دي هيدريتد والاكسترا سيلولار فوليوم اي ال. يبقى انا هعمل ايه؟ هدي انسولين وبالتالي هقلل الكيتو اسيدوزيس اللي بتكون، والحاجه الثانيه هدي نورمال سالاين عشان اعمل ريستوريشن للاكسترا سيلولار اي فلويد فوليوم. بس ناخد بالنا بقى الكميه اللي احنا بنديها، احنا بندي كميات بالليتر 6 لترز او اكتر، ده في عباره عن ايه صوديوم كلورايد، يعني في كلورايد، يبقى انا ممكن واحنا الاسيدوزيس بيتصلح مع الانسولين والريستوريشن اوف اكسترا سيلولار فلويد فوليوم، الكلورايد اللي انا اديته بكميه كبيره ده ممكن يحول البيشنت الى نورمال انين جاب ميتابوليك اسيدوزيس. يبقى انا عمال بقى ايه بزود الكلورايد، فبعد ما كان هاي ميتابوليك هاي انين جاب بقى ايه نورمال انين جاب، وده ممكن يستمر معايا فيو دايز والكيدني تبقى مع الوقت تبتدي يتصلح.
طيب الحاجة التالتة، هل ممكن ندي صوديوم بايكارب هنا للبيشنت؟ قال لك برضو ما ثبتش ان ليه فايدة، ما بندهوش الا لو كان سيفير اسيدوزيس، يعني البي اتش اقل من 7.1، وفي ناس قالوا اقل من 7. في الحالة دي احنا بنديه عشان قلنا بيبقى البيشنت معرض ان يجيله هيموداينامك انستابيليتي، فجاست بس ان انا ارفعه، لان غالبا مجرد ان انا بس ادي انسولين فلويدز البي اتش بتبتدي تتصلح بسرعة جدا، ففي معظم الاحيان ما بنحتاجش ندي صوديوم بايكربونيت. كل اللي احنا قلنا عليه ده اسمه دايابيتيك كيتو اسيدوزيس، ده ممكن بيجي في تايب 1 او تايب 2 لما اتعرض لايه لفيزيكال ستريس. عندنا نوع تاني من الكيتوزيس اسمه ستارفيشن كيتوزيس. الستارفيشن كيتوزيس ده في مشكلته ايه؟ انه مش البيشن ده ما عندوش انسولين، لا بالعكس هو عنده انسولين، لكن البيشن ده ما بياكلش، هو ستارفيتد. بيشن دول اللي بقولهم في المجاعات اللي هم مضربين عن الطعام، هو ما بياكلش، بيشن قاعد دمنتك ومحدش مهتم بيه، هو ما بياكلش، وبالتالي ما فيش جلوكوز عشان يطلع انرجي، وهو رغم ان هو البنكرياس بتاعه سليم وممكن يطلع انسولين، بس هيطلع انسولين ازاي وهو ما فيش جلوكوز؟ فيبتدي الجسم يبتدي يخش في سكه اللايبوليسيس، فاتي اسيدز، كيتو اسيدز، فيخش في كيتو اسيدوزيس، يبقى نفس الباثوجينز اللي كان بيحصل فيه في الدايابيتيك كيتوزيس، فده بنقول عليها ستارفيشن كيتوزيس. طيب الحاجة التالتة اللي هو الالكوحوليك كيتوزيس، ده بيشن بقى بيبقى مدمن خمر على طول، هو كرونيك ايثانول ابيوز. الناس دول تلاقيهم دايما عندهم نوزيا، ما بيقدروش ياكلوا، ما لهمش شهية خالص، مش مهتمين بموضوع الاكل، فيبتدي يخش ديكريز فود انتيك. نفس الوقت الالكوحول بيخليهم يبقى فوميتنج على طول، فبتلاقي حتى لو كل حاجة ما بيستفدش منها، فالجسم برضو هيدور على سورس تاني للانرجي، فيبتدي يخش في سكة اللايبوليسيس ويبتدي يعمل كيتو ايه اسيدز. من الاسباب برضو المهمه في الانين جاب هاي انين جاب ميتابوليك اسيدوزيس اللي هو اليوريما او رينال فيلير. رينال فيلير معناها ايه؟ ان الكدني مش قادره تعمل اكسكريشن الاسيدز اللي بتطلع نورمالي، لجانب انه بيتكون برضو لبعض الان ميجرد انينز كتير زي الفوسفيت واليوريت. عندنا كمان من الايثيلين جلايكول. الايثيلين جلايكول دي من الحاجات اللي هي الانتي فريز، احيانا تتاخد يا اما اكسيدنتلي او سويسايد الاتمبت، لما بياخد مزوز كبيره الاثنين جلايكون ده هيبقى ميتابولايز لبعض الاسيدز اهمهم الاوكزاليك اسيد، لكن ممكن كمان يعمل جلايكوليك اسيد وفورميك اسيد. الميثانول ده ممكن يا اما واحد بيشرب الكحول من انواع الرديئه، او انه بياخد حاجات الكوميرشال افيلابل فيها ميثانول زي الفارنيش وزي الوود بينت. الحاجات دي طبعا بيبقى ميتابولايز الميثانول ويطلع لي فورميك اسيد. الاسبرين اوفر دوز يطلع لي اسيتايل ساليسيليك اسيد. طبعا بالنسبه للايثين جلايكول والميثانول والساليسيليت اوفر دوز، كل الحاجات دي هنتكلم عنها في محاضرات لوحدها ان شاء الله، اللي هو البويزنينج والرول اوف دياليسيس فيه، يعني الاول نقول عليها نون رينال انديكيشن اوف دياليسيس ان شاء الله ليتر ان شاء الله. الاي ان اتش في تريتمنت اوف تي بي لو هو خد اوفر دوز ممكن يتحول الى لاكتيك اسيد عن طريق ان هو انديوس سيجرز. السيجرز طبعا هتطلع لي لاكتيك اسيد بكميه كبيره. الايرن اوفرلود لو برضو خد كميات كبيره ده ممكن يؤدي الى ميتوكوندريال ديسفانكشن، فيبتدي يطلع لاكتيك اسيد بكميه ايه كبيره. عندنا في حاجه تانية اللي هو بروجلوتاميك اسيد، ليه اسم تاني اللي هو 5 اوكسو برولين. الفايف اوكسوبرولين ده يعتبر انترميديت في الجلوتاثيوم باث واي اللي هو في الريدكشن، ده بنشوفه في البيشنت اللي هم بياخدوا باراسيتامول. الاوفر دوز اوف باراسيتامول هيبتدي يطلع لي اسيد اسمه بروجلوتاميك اسيد، ويؤدي طبعا الى هاي انين جاب ميتابوليك اسيدوزيس. يبقى احنا نقدر نختصر الهاي انين جاب ميتابوليك اسيدوزيس ان انا في اسيد اتاخد، في اسيد كتير اتضاف، يا اما انا من جوه endogenous production، يا اما ingestion من بره، يا اما ان انا مش قادر اعمل excretion للأسيدز اللي هي بتطلع عشان عندي renal failure. طيب يبقى اي اسيد احنا قلنا هيبقى dissociate الى هيدروجين والانايم بتاعه. الهيدروجين ده هيجي البايكارب اللي موجود في البلد هيحاول يعمل له بفرنج، فعشان كده بنلاقي يمسك فيه يحوله كربونيك اسيد، وبالتالي هنلاقي هنا البايكارب بيقل، يبقى اقل اي ميتابوليك اسيدوزيس البايكارب فيه قليل. الحاجه الثانيه الانايون اللي موجوده دي هتضاف للايه؟ للان ميجرد انايونز، وبالتالي الانايون جاب هتبتدي ايه؟ تزيد. طيب علاج الهاي انايون جاب ميتابوليك اسيدوزيس زي ما قلنا ان احنا بنعالج الجلوكوز. زي ما قلنا مثلا في الدايابيتيك كيتو اسيدوزيس احنا هندي انسولين وندي فلويدز. في اللاكتيك اسيدوزيس هنشوف الكوز اوف هايبوكسيا ونحاول نصلحها، اذا كان في دراجز او ميديكيشنز معينه ادت لكده نعملها نوقفها.
الساليسيليت، الايثانول، ميثانول، ده كله برضو بنعالج، بنوقف الدراج الميديكيشن، وليها طبعا ميديكيشنز ثانيه هنتكلم في وقتها لما نيجي نتكلم عليها، وممكن نلجا للهيموداليسيس في بعض الاحيان برضو، كل ده هيبقى نتكلم فيه في محاضرات لاحقه ان شاء الله. طيب احنا عندنا هنا اسيدز كتير، هنبتدي ندي الكالي ولا لا؟ ادينا هنت من شويه، لكن لو هنبتدي ندي، بندي دايما يا اما حاجه من اتنين، يا اما صوديوم بايكربونيت، يا اما بندي سيترين. ده الالكا اللي احنا بنستخدمه. الصوديوم كربونيت عندنا اورال اللي هو تابلت، في تابلت 500 وتدي حوالي 6 ملي مول، وفي حوالي 650 تدي حوالي 8 ملي مول. الانترافينوس يا اما نستخدم الهايبرتونيك صوديوم بايكربونيت اللي هو 8.4%، وده بيبقى عباره عن بوتلز 50 ام ال فيهم 50 ملي مول، يعني ال1 ام ال فيه 1 ملي مول. او اللي احنا ندي الايزوتونيك اللي هو تركيزه 1.26%، وده احيانا مش افيلابل قوي، فاحنا ممكن نعمله ان احنا نجيب واحد من البوتل دي ونحطها على لتر دكستروز 5%، هيدينا تقريبا نفس التركيز ده. طبعا انا هنا هيبقى ايه، ده 50 ام ال لكن ده حوالي 1 لتر، وبالتالي انا ده اديه لو انا عايز اعمل فوليوم اكسبانشن او ابتدي مش خايف من الايه، من الفوليوم الكبير. بالنسبه للستريت عندنا يا اما بوتاسيوم ستريت يا اما عندنا صوديوم ستريت، الاثنين بيتاخدوا اورال، والستريت فيه منه تابلتس وليكويد، لكن الصوديوم ستريت فيه منه بس ليكويد. الستريت بيبقى بلاتابل عن الصوديوم بايكارب، فدايما البيشنت لو هياخده اورال بيفضل ان هي ايه ياخده. الحاجه الثانيه لو هندي سيدريت المفروض ما تجيش مع اي دراجز فيها كونتيننج المونيوم، لان الالومنيوم ده بيزود الابزوربشن بتاعه في الجي اي تي وممكن يؤدي الى انسيفالوباثي، خصوصا اذا كان البيشنت ده في رينال فيلير، الكدني مش هتقدر تتخلص من الالومنيوم. طيب انا هدي دوزس قد ايه؟ ده بيعتمد على حاجه اسمها بايكربونيت ديفيسيت. البايكارب ديفيسيت ده بنحسبه ازاي؟ بنضرب 0.5 في البودي ويت، لان هو بيعتمد على الفوليوم اوف ديستريبيوشن، لان هو حوالي 0.5 ام ال لكل ايه لتر من البودي فلويدز. طيب يبقى ده هنضربه نص في بودي ويت، وبعدين نضربه في البايكارب النورمال 24 ناقص الاكتوال بايكارب اللي هو بتاع البيشنت، الرقم اللي هيطلع بالملي مول نبتدي هو ده اللي محتاجه العيان. نفترض مثلا البيشنت ده طلع الرقم ده 420 ملي مول، 500 ملي مول، يبقى ده هنبتدي ندي ازاي؟ ندي غالبا اذا كان الحاله اكيوت وعايز اصلح بسرعه بندي 50% من الكميه دي على مدى 24 ساعه، وبعدين من اليوم اللي بعد كده نبتدي نعمل ري ايفالويشن للبيشنت، الكلينيكال كونديشن اخباره ايه، وابتدي اكمل تاني الصوديوم بايكربونات. طيب الهيموداليسيس لقوا انه ملوش شرول في حالات الهاي اناين جام ميتابوليك اسيدوزيس الا اذا كان في رينال فيلير. كده يبقى احنا خلصنا اول جزء من الميتابوليك اسيدوزيس اللي هو هاي اناين جام ميتابوليك اسيدوزيس. المحاضره اللي جايه ان شاء الله نتكلم على النورمال اناين جام ميتابوليك اسيدوزيس، وهيبقى تركيزنا كله على رينال تيوبولار اسيدوزيس الار تي اي. وثانكس فور واتشينج.